ما الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع عدد الإصابات؟ مرتبطة بدينامية الفيروس، نعرف أن الفيروس يعرف تبحورات ويعرف كذلك موجات، وهذه الموجات تحصل بين الفيلة والأخرى. كنا في السابق مع الموجة الأوميكرون التي انتهت منذ شهور وكانت حالة بينية، إلا أن بعد ذلك ظهرت هذه الموجة. ورافق مع الأستاذ الإبراهيمي وتحية خاصة له وكذلك لك أنت وللزميل سي عبد الله. الذي أريد أن أقول أن الآن هذه الموجة متعلقة كذلك بالمتحورين البيئة 2 والبيئة 5 كما ذكر الأستاذ الإبراهيمي، وهما من نفس السلالة ديال الأوميكرون. وكنعرفوا كذلك أن الكثير من الدول عرفت الكثير من الموجات التي قد كانت، نحن في موجة الرابعة إذا صح القول، وفي الدول الأخرى عرفت 6-7-9 موجات. هذه حالة متعلقة بدينامية الفيروس، وكذلك هناك بعض التراخي في الحذر وفي الأخذ بالوسائل الاحترازية، ذلك أن مع مرور الزمن ومع نزول حدة الجائحة، وسأتي على شرحها، الناس أصبحت لا تولي أهمية لهذه الوسائل الاحترازية. كان هناك بعد هناك حركية وفي المجتمع أصبحنا نرى الناس لا تعير أي احتياط بالنسبة للكمامة وخصوصا في الأماكن المنغلقة، وكذلك التباعد وغسل اليدين. هذا تحصيل وحاصل، ولكن المشكل الأكبر هو راجع لدينامية الفيروس على حسب ظني، وأظن الإخوان متفقين على ذلك، إلا أن هذه الموجة، ويمكن أن أقول هي موجة معروفة بأن المتحورين من نفس سلالة أوميكرون البيئة 2 والبيئة 5 لهم خاصية سرعة الانتشار، وإن كانت حدة الممرضة تبقى قليلة. هناك أعراض، الأعراض لا تدوم أكثر من 48 ساعة أو 3 أيام على أكثر تقدير، وهناك القليل من الحالات الحرجة ومن حالات الإماتة، يمكن أن ترتفع بعض الحالات في الأسابيع المقبلة، ولكن هذه الموجة لن تكون بنفس الحدة كما عرفناه من قبل.